أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ثبتناك لقد كدت
إلى غسق الليل